كاين اتفاقية جماعية للفرع قطاع السياحي اللي فيه كل الحقوق نتاع العمال، حقوقهم وواجباتهم. كاين بعض الناس خرج القانون ما يطبقوش، مثلا كيما احنا درنا في الاتفاقية الجماعية الذهاب الإيرادي اللي خدم 32 سنة وعنده 60 سنة يدي 30 شهر، اللي خدم نقولوا احنا 32 سنة درنا الخبرة المهنية 60%، درنا المنحة المردودية الفردية والجماعية 50%.